للحديث عن الصراع السياسي ودلالات تصريحات الأحزاب السياسية عن ضرورة التوجه إلى انتخابات مبكرة مع إخفاق حكومة الكاظمي، معنا من اسطنبول هاتفيا دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. حياكم الله دكتور جاسم. لماذا بدأت بعض الكتل السياسية تطرح الآن الانتقال إلى انتخابات مبكرة مع أنها كانت يعني تدعم من قبل استمرار حكومة الكاظمي؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد أن القضية ربما وجدوا أنفسهم في ضائقة حقيقية بعد أن اضطروا لقبول الكاظمي مقابل انسحاب عدنان الزرفي. اليوم بعد عملية اعتقال بعض يعني عناصر الحشد الشعبي غير المدروسة من قبل حكومة الكاظمي، أعتقد أن موقف الكاظمي اليوم ضعيف جدا وموقف الميليشيات قوي جدا، يعني جاءت النتيجة على خلاف المرحلة الأولى. يعني لو كان الكاظمي يعني جادا في القضية لما تراجع في اللحظات الأخيرة، وبالتالي هذه حالة التراجع في القرار ذهبت إلى إضعاف الكاظمي وإلى تقوية الحشد الشعبي. من هنا ذهب الذين يخافون على مكاسبهم الحزبية والاستراتيجية الموجودة في العراق إلى ضرورة العمل من أجل الذهاب إلى حكومة إلى انتخابات مبكرة من أجل خلاص من الكاظمي. حتى أننا تابعنا أن المرجعية في خطبة المرجعية يوم الجمعة الماضي كانت صريحة أنها وقفت مع ما اسمتهم المجاهدين من أبناء الحشد الشعبي، وبالتالي أرى أن حتى المرجعية اليوم هي في موقف مضاد للكاظمي، وأتصور أن هذه السنة هي حاسمة بالنسبة لمصير مصطفى الكاظمي في العراق. إلى أي مدى أيضا أسهمت الميليشيات الموالية لإيران في العراق في تغيير بوصلة الأحزاب السياسية والانقلاب على الكاظمي؟ هو منذ البداية لم يكن هنالك اتفاق كامل على الكاظمي. يعني رئيس دولة قانون نوري كاظمي لم يكن نوري المالكي لم يكن من ضمن الموافقين على الكاظمي، وهنالك أطراف أخرى اضطرت للقبول بالكاظمي تحت ضغط مظاهرات تشرين. وعليه أعتقد أن القضية هي ليست جديدة، هنالك أطراف غير قابلة على الكاظمي أصلا منذ البداية، لكنهم اضطروا بسبب يعني عدم التوافق على شخصيات لرئاسة الوزراء. تعلم جنابك أنه هو الشخصية الرابعة، وبالتالي ذهبوا إلى هذا الأمر من أجل إسكات المتظاهرين، لكن يبدو أنهم تورطوا، وأيضا يبدو أن الكاظمي متورط لأنه لا يعرف كيف يدير اللعبة. هو حاول أن يلجم الميليشيات، لكن التراجع في اللحظات الأخيرة قلب الأمر ضده. وعليه أنا أعتقد أن الكاظم اليوم في موقف ضعيف، وأن القوة أو الحيتان الكبرى في المحيط العراقي ستلتهم الكاظمي ربما خلال الأشهر القريبة القادمة. يعني حتى الكاظمي وحاول استمالة من قبل حاول استمالة هذه الميليشيات، لا سيما أنه قد زار من قبل الفياض والعامري واتفق معهما، ولكن كيف أسهم قتل سليماني ببصول هذه الخلافات بين الميليشيات لهذه النقطة؟ يعني معلوم أن يعني مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي مهندس كانت نقطة فاصلة في اتهام يعني مصطفى الكاظمي. هنالك يعني ميليشيات ولائية اتهمت الكاظمي صراحة باعتباره حينها كان يعني رئيسا لجهاز المخابرات العراقي، اتهموه حينها بالتنسيق مع الأمريكان في هذه الضربة، ورغم ذلك اضطروا للقبول به. عليه أعتقد أنهم اليوم وجدوا هذه فرصة كبيرة للانقباض على الكاظمي. ولو تابعت أن الذين أطلق سراحهم اليوم وقفوا على صور الكاظمي بعد في مكان ما، وبالتالي نريد أن نعرف كيف يمكن لعسكري أن يطأ بحذائه
أجلكم الله صورة القائد العام للقوات المسلحة. هذا الأمر لا يتفق مع الأعراف العسكرية ولا مع العرف السياسي. وعليه هنا نقول للكاظمي وأيضا لقاضي التحقيق الذي تحفظ على 8 أشخاص بقوا حتى الآن في التحقيق، نقول من هو القائد بين هلالين الذي أعطى الأوامر لتوجيه الضربات؟ هم تركوا القيادة وتمسكوا بالجنود. يفترض كما تعلم جنابك بالجوانب العسكرية هنالك قائد أصدر الأوامر للعسكر، وبالتالي هم يغلسون على القائد ويحاولون أن يوقعوا بالأفراد ويجعلوهم ضحية يعني صفقة سياسية بين الكتل الحاكمة في العراق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي.